عموس باحث في التراث ومهتم بالتنمية المجالية المندمجة. نتواجد اليوم بمدينة أسافي بموقع دار السلطان. هذه القلعة التراثية المهمة جدا واللي كيتواجدوا فيها معالم من جميع الحقاب ديال التاريخ المغربي بدءا من الدولة الموحدية ومرورا بجميع الدول التي عرفت تعاقبت على حكم المغرب وصولا إلى فترة القرن العشرين ديال الاستعمار الفرنسي. دار السلطان هي واحدة من المواقع الأثرية المتميزة لأنها تحتوي على جميع مكونات التراث المادي واللامادي المرتبطة بالهندسة. مثلا تتواجد بها قصر الباهية اللي تبنت في فترة العلويين واللي كانت إقامة ديال الملوك والسلاطين الأمراء العلويين عندما كانوا يزورون الأسافي. كانت في إلى فترة وجيزة يتواجد فيها المتحف الوطني الخزف، كما تضم عدة مرافق مهمة جدا واللي لعبت أدوار مهمة في التاريخ المغربي. حاليا هي واحدة من المآثر التاريخية الأساسية التي تعبر على غنى وتنوع التراث المغربي، خصوصا المتواجد في الساحل المتوسط الأطلسي وبمدينة أسفي على الخصوص.